اهلا بكم اعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي مع اجابة البوكليت الثالث لمادة الاقتصاد. بعرف فيها على اهم الاسئلة اللي ممكن يتعرض اليها في الامتحان. السؤال الاول بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس. بيقول لي احد فروع علم الاقتصاد والذي ينظر الى المستقبل وما نعده من امكانيات يسمى الاقتصادي، يعني علم الاقتصاد اللي بيبص للمستقبل وبيعد الامكانيات المتاحة. هل هو الاقتصاد الكلي ام الاقتصاد الجزئي ام اقتصاد النمو والتنمية ام اقتصاد الرفاهية؟ طبعا هو اقتصاد النمو والتنمية اللي دايما ينظر الى المستقبل. طيب اجب عن الف او ب فقط بما تفسر ادخار لاي نظام اقتصادي. الادخار مهم ليه؟ لان الادخار ده بيعبر عن قيمة الاستثمار اللي موجودة في الدولة، وبالتالي زيادة حركة النشاط الايه الاقتصادي. السؤال التاني بيقول لي بما تفسر اهمية الحفاظ على الموارد الحرة. ليه؟ لان اذا الانسان اساء استغلالها بيؤدي الى قلتها، وبيؤدي الى قلة صلاحية اشباع حاجته، وبتتحول من موارد حرة الى موارد نادرة. طيب ماذا يحدث اذا، السؤال رقم ثلاثة بيقول لي ايه، ماذا يحدث اذا لم توجد سوق الاوراق المالية اللي هي البورصة؟ يعني لو ما كانش في بورصة ادى ذلك الى صعوبة تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمارات. يبقى معنى كده لو ما فيش بورصة يبقى الناس مش هتاخد مدخراتها او فلوسها وتوجهها للاستثمار، وبالتالي لم يتوفر سوق دائمة ومستقرة للتعامل، وبالتالي لم تتوفر السيولة، يعني ما يبقاش في سيولة فلوس. طيب طبعا مش هتوفر سيولة لحيز الأوراق المالية وصعوبة توفير الضمانات اللازمة لإتمام الصفقات، كده مش هتبقى في صفقات بين الدول بعضها البعض أو الأشخاص بعضها البعض. سؤال رقم أربعة بيقول لي ما النتائج المترتبة على تحقيق مبدأ توازن الموازنة العامة؟ مبدأ توازن الموازنة دي من مبادئ الموازنة. إيه بيقول لي ما النتائج المترتبة على إني تحقيق مبدأ توازن الموازنة؟ يؤدي ذلك إلى كفاية الإيرادات العامة لتغطية النفقات. يعني لو حققت مبدأ التوازن يبقى أوفر فلوس أو أوفر إيرادات تكفي النفقات، وبالتالي أبدأ في عملية تقليل معدلات التضخم. وعن معدلات التضخم دي اللي هي ارتفاع في الأسعار. يبقى معنى كده لما بقلل من معدلات التضخم بيحصل إيه؟ ثبات في ارتفاع الأسعار. الأسعار مرتفعة بس ثابتة ما بتزيدش عن كده تاني. طيب يعني ايه ارتفاع في الاسعار؟ بمعنى ايه كلمه تضخم؟ التضخم فيما معناه يعني انخفاض قيمه العمله. يعني على سبيل المثال انخفاض قيمه الجنيه المصري امام شرائه للمنتجات والسلع، هو ده التضخم. طيب سؤال رقم ثلاثه بيقول لي بما تفسر ليس كل جهد انساني يعتبر عمل بالمعنى الاقتصادي. ايوه كلام صح. ليه؟ مش اي واحد بيتعب يعتبر عمل بالمعنى الاقتصادي، لان الهدف من العمل هو انتاج سلع وخدمات، فاذا لم يتم ذلك لا يعد هذا الجهد عملا. يعني العمل اللي مش هيطلع سلعه او خدمه ما بيعتبرش عمل بالنسبه من وجهه نظر الاقتصاد. حلو خالص السؤال دوت مهم جدا. السؤال بعد كده بيقول لي اجب عن الف او ب فقط، هنجاوب طبعا الاثنين. بيقول لي الف حدد الفرق بين تعريف الانتاج القومي والناتج القومي. نركز شويه في السؤال. الانتاج القومي والناتج القومي. الانتاج القومي هو مجموعة ما انتج في الاقتصاد من سلع وخدمات خلال سنة، ويرتبط بالسلع المادية والخدمات. يعني خلال السنة دي في دولة معينة زي على سبيل المثال مصر دولتنا، ايه اللي انتجه الاقتصاد من سلع وخدمات؟ مجموعة سلع وخدمات اتوجدت في الدولة دي خلال سنة معينة، ده الانتاج. طب الناتج؟ لا، الناتج ده مجموعة الإسهام الإنتاج للمشروعات في اقتصاد معين خلال سنة. مجموعة الإسهام الإنتاجي للمشروعات في اقتصاد معين خلال سنة، يعني أنا حصلت إيه؟ حصلت على إيه من المشروعات اللي أنا عملتها؟ مصانع، شركات، مؤسسات، ده اسمه الناتج الإيه؟ القومي. يبقى اسمه مجموعة الإسهام الإنتاج للمشروعات. المشروع أنتج لي، المشروع إداني في خلال سنة معينة ايه؟ يبقى الانتاج غير الناتج. الانتاج اللي هو انا انتجت ايه من سلع وخدمات خلال سنة. الناتج المشروع اللي انا عملته ده اداني ايه؟ طيب
سؤال تاني بيقول لي حدد الفرق بين تعريف الاستهلاك العام والاستهلاك الخاص. الفرق بين التعريفين مهم. الاستهلاك العام هو ان انا بشبع حاجات عامه، زي ايه مثلا؟ زي التعليم، زي الصحه، زي الامن، زي الامان، زي العداله. يبقى الاستهلاك العام هو انفاق السلطات العامه اللي هي الدوله الحكومه بتنفق لاشباع حاجات جماعيه. طيب اما الاستهلاك الخاص هو الانفاق على السلع والخدمات عشان اشبع حاجات فرديه، زي مثلا الاستهلاك الخاص شخص معين نزل السوق راح سوبر ماركت مثلا اشترى حاجات ومتطلبات تلزمه هو واسرته، ده استهلاكه هو الخاص وهو واسرته، ملهاش علاقه باستهلاك عام. يبقى المصاريف اللي بيدفعها الشخص او الفرد لاشباع حاجات فرديه من اكل، من شرب، من 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 فسحه معينه، من سفر لحاجه معينه. طيب ماشي، سؤال تاني بيقول لي ايه؟ اختر من بين الاقواس. تناقص المنفعه الحديه ترتبط بخاصيه قابليه الحاجات. لازم افهم الاول السؤال. المنفعه الحديه اعزائي الطلبه بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اشرب كوب ماء اولاني بيشبع حاجتي في الاول، ولما اشرب الكوب الثاني كده انا اشبعت حاجتي تمام. اسمها تناقص المنفعه. يعني حصلت شبعت في الاول ثم انتهت تماما بحاجتي الى وجود هذا المياه. كده فهمنا السؤال يعني كلمة منفعة حدية. يبقى لما نرجع تاني السؤال بيقول لي تناقص المنفعة الحدية ترتبط بخاصية قابلية الحاجات الايه؟ قابلية الحاجات، هل الاشباع؟ هل التطور؟ هل التنوع؟ هل الاستثمار؟ طبعا من خلال معرفة المنفعة الحدية لما شرحتها عرفت انها قابلية الحاجات للاشباع، ان انا بشبع حاجتي في الاول. طيب السؤال رقم 8، اي صحة او خطأ العرارات الاتية؟ الريع احد موارد الدخل القومي. طبعا الريع يعني بالبلدي كده عشان نبقى فاهمين ايه اللي بنتكلم عنه. الريع ان شخص عنده حته ارض زراعيه، هذا الرجل باع المحصول بتاعه فنتج عنه ريع، فيعتبر من الدخل القومي. طبعا الاجابه صحيحه. هنقول ايه؟ لان الريع هو العائد الذي يحصل عليه صاحب الارض الزراعيه مقابل خدماتها التي تساهم بها في الانتاج. الارض دي مقابل خدماتها اللي بتساهمه في الانتاج. طيب اللي اديت له من محصول يعني معين، بما تفسر تعد الاستثمارات المباشرة اهم صور رؤوس الاموال. الاستثمار المباشر دي من اهم صور رؤوس الاموال. هنقول لانها تتضمن مشاركة في الادارة والارباح والخسائر، ويكون الشخص مالكا وليس دائنا. الاستثمار المباشر انك تكون شريك مالك مش داين. اذا دي بتشارك في الاداره، في الاداره والارباح والخسائر. عايز افهم تاني يعني ايه استثمار مباشر. الاستثمار المباشر يعني شخص داخل بيستثمر في شركه معينه او مشروع معين، اذا هذا الشخص بيتحمل مع الشركه او مع المشروع ده في الارباح وفي الخسائر، والشخص ده بيكون مالك ومش داين لهذا المشروع. طيب سؤال تاني بيقول لي اي صحه او خطا العباره التاليه؟ يتم دفع الرسوم دون خدمة مباشرة للفرد. طبعا الإجابة خطأ جدا، لأن الرسوم هي مبالغ تفرض مقابل خدمات يحصل عليها الفرد من الدولة، مثل استخراج مثلا جواز سفر أو رخصة قيادة. لكن أنت أقول السؤال ده صح. أقول السؤال ده صح لما يجي يقول لي إيه؟ يتم دفع الضرائب دون خدمة مباشرة للفرد. هذه إجابة صحيحة، لأن الضريبة هو الشخص اللي بيدفع مبالغ لكن ما بيحصلش على خدمة مباشرة، بيحصل على خدمة غير مباشرة بعدين. يعني ان الدولة بتقوم من خلال الضرائب ان هي بتعمل له تعليم مدارس، بتعمل له بتساعد في حركة التعليم في المستشفيات، يعني بتساعده بطريق غير مباشر. لكن الرسوم شخص بيدفع فلوس لجهة معينة لكن بيحصل منها على خدمة. وعلى فكرة بالمناسبة عشان يبقى شرحناها، الرسوم ممكن تكون ايه؟ ممكن الرسوم تكون كبيرة لكن خدمة صغيرة زي جواز السفر أو رخصة، وممكن الرسوم تكون صغيرة لكن خدمة كبيرة، أدفع رسوم صغيرة لكن أحصل منها على تعليم أو صحة. طيب ما النتائج المترتبة على تغير الأذواق وتطور العصر بالنسبة لرأس المال؟ يؤدي ذلك لتعرض رأس المال لاستهلاك اقتصادي حيث لم يعد استغلاله مجزيا من الناحية الاقتصادية. يعني الذوق لما بيتغير والعصر بيتغير بيتطور من عصر لعصر، بيترتب عليه حاجه بالنسبه لراس المال، يبقى يتعرض راس المال للاستهلاك الايه؟ الاقتصادي.
طيب سؤال تاني، سؤال في منتهى الأهمية، بيقول لي قارن بين ميزان العمليات الجارية وميزان العمليات الرأسمالية من حيث المفهوم والأهمية. نمسك واحدة واحدة. ميزان العمليات الجارية إيه مفهومها؟ ده بيتضمن علاقة الدولة مع الخارج في التجارة الخارجية، دولة بتتعامل مع دولة في التجارة الخارجية من حيث السلع والخدمات، ويشمل ميزان التجارة المنظورة وميزان التجارة غير المنظورة. ده مفهوم ميزان العمليات الجارية، يبقى سلع وخدمات منظورة وغير منظورة بالنسبة للتجارة، ده علاقة بين دولة وأخرى. لكن أهمية ميزان العمليات الجارية إيه؟ ده بيعتبر من أهم قسمي ميزان المدفوعات، وأنا شرحتها قبل كده في البوكليت الأولاني. ليه بيعتبر ميزان العمليات الجارية أهم قسمي ميزان المدفوعات؟ قلت لأنه بيتعلق بالصادرات والواردات من السلع والخدمات التي تؤثر على مستوى النشاط الاقتصادي. يعني أشرحها تاني، بقول هي فكرة قيمة الصادرات، إن أنا لازم عشان يكون ميزان المدفوعات عندي قوي في الدولة بعتمد إن الصادرات تكون أكتر من الواردات، وبالتالي يكون النشاط الاقتصادي أقوى. طيب أما بالنسبة لميزان عمليات الرأسمالية، ميزان عمليات الرأسمالية ده بيتضمن حركة رؤوس الأموال بين الدول، حركة رؤوس الأموال بين الدول. رؤوس الأموال طويلة الأجل أكثر من عام، ورؤوس الأموال قصيرة الأجل أقل من عام. إيه أهميته؟ إذا زادت المتحصلات عجز، إذا زادت المدفوعات توازن، إذا تساوى وإذا تساوى الجانبين. نعيد تاني، بنقول إذا زادت المتحصلات حصل فيه عجز، ده إذا زادت، والمدفوعات توازن، ميزان المدفوعات بيتوازن إذا تساوى الجانبين، يعني تساوى ما بين الأموال قصيرة الأجل وطويلة الأجل، ده اسمه ميزان عمليات الرأس مالية. عايز أوضحها تاني برضو، ميزان عمليات الرأس مالية. ميزان عمليات الرأسمالية هي فيما معناها هي زي القروض اللي الدول بتديها لبعضها البعض، سواء كانت طويلة. بمعنى ايه طويلة الأجل؟ يعني طويلة الأجل يعني يتم سدادها على أكثر من سنة، أو قصيرة الأجل في خلال سنة لازم تتسدد، دي اسمها ميزان العمليات الرأس مالية. لكن طبعا أهم واحد هو ميزان العمليات الجارية بالنسبة للدولة، ما يهمنيش ميزان العمليات الرأسمالية. طيب سؤال تاني بيقول لي رقم 13، من وجهة نظرك حدد الآثار الناتجة عن ظهور العولمة على الدول النامية. طبعا أثر بشكل كبير جدا. واحد، منحت الدول النامية فرصة النفاذ إلى أسواق الدول الأخرى، إنها يعني خلت الدول اللي هي اقتصادها ضعيف أو نامي يدخل إلى أسواق الدول الأخرى إذا ما طورت جهازها الإنتاجي، الا انها تتعرض لمنافسه شديده وغير متكافئه مع سلع الدول الاخرى. عايز اوصل فيما معنى الكلام ده ايه؟ ان خلت الدول الناميه تدخل في السوق العالميه، ولكن لازم تكون دوله قويه في انتاجها للسلع والخدمات عشان تقدر تنافس الدول العملاقه الكبيره. اذا العولمه اثرت على الدول الناميه. اثرت على الدول الناميه في عمليه ايه؟ في عمليه التربص. بمعنى ايه؟ اتفاق الجوانب التجارية لحماية حقوق الملكية الفكرية جعل الأمر صعبا على الدول النامية من حيث إطالة مدة الحماية وتوسيع نطاقها لتشمل المنتجات ووسائل الإنتاج وفرض العقوبات. إن دول بتتربص لدول أخرى في إنها ممكن تدمرها أو تنهارها، أو ممكن دولة تساعد دولة تانية في زيادة قدرتها الاقتصادية. طيب بعد كده سؤال رقم 14 بيقول لي الحاجة إلى الأمن من الحاجات إيه؟ إن أنا أحتاج للأمن من حاجات إيه؟ هل العامة التي تخضع لمبدأ القصر؟ طبعًا لا. هل العامة المطلقة؟ هل الفردية؟ هل الاجتماعية؟ طبعًا الحاجة إلى الأمن تعتبر من الحاجات العامة المطلقة لكل الناس، مش لمجتمع معين أو لفردية أو للعامة التي تخضع لمبدأ القصر. سؤال بعد كده بيقول لي أجب عن ألف أو ب فقط، أي صحة العبارة التالية؟ ألف، الحاجات الأولية تخضع لمبدأ القصر والاستئصار. هنقول إيه؟ وكلمة القصر والاستئصار يعني قاصرة على فئة معينة أو شخص معين، أو مستأثر بها أو ينتفع بها فئة معينة. هنقول حيث يمكن أن يحرم الآخرين منها، وإذا أردنا توسيع دائرة المنتفعين فإن ذلك يتطلب تحمل أعباء مثل الغذاء والملبس. يعني الحاجات الأولية دي بيدفع بيها شخص وبيحرم منها الاخرين،
ولكن إذا حاولت توفرها تتحملك أعباء أخرى. طيب ليه؟ لأنها توجد بكمية أقل مما يشبع كل الحاجات ولها وحدها قيمة. أما السؤال رقم ب بيقول لي أيد صحة العبارة التالية: علم الاقتصاد يهتم بالموارد النادرة. بيهتم بالموارد النادرة ليه؟ لأنها موجودة بكميات أقل، موجودة بكميات أقل، لازم يحافظ عليها ويحفظها من الإيه؟ من الضياع. سؤال رقم 16 بيقول لي: ماذا يحدث إذا لم تظهر النقود الورقية؟ لو ما ظهرتش النقود الورقية استمر العمل بالنقود المعدنية، ووجدت صعوبة في التعاملات الاقتصادية في نقل الأموال والقيمة وتخزينها. طبعا النقود الورقية كان ليها أهمية كبيرة في إنها خففت العمل بالنقود الايه المعدنية اللي بيحتاجها وزن كبير تقيل كده وبتشغل حيز كبير، بما تفسر قصور السوق على توفير الخدمات العامة والاجتماعية. السوق قاصر على ان يوفر الخدمة العامة والاجتماعية. ليه؟ لان طالب الخدمة هو الذي يتحمل تكلفتها. انا محتاج خدمة معينة، سلعة معينة، اذا متحمل تكلفتها ولا يمكن منع الاخرين من الاستفاده منها، وما اقدرش في نفس الوقت امنع الاخرين من الاستفاده منها ولا يشاركها ولا يشاركه احد في تحمل التكاليف. محدش هيشاركني في تحمل تكاليفي، انا محتاج الخدمه دي، محتاج السلعه دي، اتحمل تكلفتها وما اقدرش احرم الاخرين منها. ما النتائج المترتبه على السؤال رقم 18؟ توافر المعلومات عن عناصر المشكله الاقتصاديه لدى النظام الاقتصادي. ترتب عليها زياده القدره على حل المشكله، كل ما يكون عندي معلومه عن المشكله هقدر احلها، والاستخدام الامثل للموارد والكفاءات وتقليل الهدر. بمعنى لو عندي مشكله اقتصاديه معينه وعندي لازم يكون متوفر معلومه لهذه المشكله، اذا احل هذه المشكله باقل التكاليف. طيب سؤال رقم 19: حدد الفرق بين مفهوم كل من السلع الانتاجيه والسلع الاستهلاكيه. السلع الاستهلاكية هي التي تصلح لإشباع الحاجات بطريق مباشر مثل وجبة غذائية مثلا، أما السلع الإنتاجية هي تصلح لإشباع الحاجات بطريق غير مباشر بالمساعدة في إنتاج السلعة أو بإجراء عمليات عليها، زي مثلا السلع الإنتاجية زي البترول أدخله في إنتاج طاقة، إذا ده يعتبر سلع إنتاجية مش استهلاكية. سؤال 20 والأخير بيقول: ما المقصود بكل من النقود السلعية والنقود الائتمانية؟ النقود السلعية هي سلعة ذات قبول عام استخدمت كمقياس للقيمة وكوسيط في التبادل. يبقى النقود السلعية هي سلعة، بمعنى النقود السلعية بمعنى ايه؟ زي عملة متعرف عليها بين افراد المجتمع. هذه العملة يتم استخدامها في ان انا كوسيط بين البائع والايه والمشتري. اما النقود الائتمانيه لا، النقود الائتمانيه بمعنى ان شخص بيضع نقوده في بنك ويتم بموجب مثلا بطاقه ائتمانيه صرف هذه النقود او التعامل مع البنوك من خلال بطاقه مغطى. وكده اعزائي الطلبه نكون خلصنا البوكليت الثالث، شكرا ليكم والى اللقاء.